من قرية إلى أخرى في جنوب لبنان يتنقل هذا المسرح الذي شيد على شاحنة تسير للترفيه عن الأطفال خلال شهر رمضان المبارك. يجتمع الأطفال حول الممثل الوحيد وهو يؤدي طقوس الشهر الفضيل. ظلها الظروف الصعبة والأيام السوداء، الناس متعطشة حتى يعني تشعر بالفرح، تشعر بالأمان، تشعر بالسلام. فهيدي اللفتة كانت لفتة هيك طيبة وإن شاء الله بتكون مباركة. وضمن العرض تتراقص دمى ملونة مثبتة على الشاحنة بينما تعزف موسيقى مبهجة. خلينا ندخل بسمة على وجوه الأولاد الأطفال بزمن الكورونا، خلينا نسميه زمن الكورونا، وبالزمن الموجود الاقتصادي، الوضع الاقتصادي، الناس جوعانة، الناس عم تدور على حيالله شغلة بسمة، حيالله الولد طلع منه بسمة بتكون عم ترضي الطفل والأطفال وترضي ربنا. كما يستضيف المسرح المتنقل الأطفال السوريين النازحين في جنوب لبنان.